بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقة جديدة من سلسلة صورته ومثاله وتأملات القديس يوحنا ذهبي الفم في الموعظة على الجبل. وصلنا للجزء اللي بيقول فيه ربنا يسوع: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. إننا لسنا نجاهد وحدنا، بل نطلب المعونة من فوق. يعني ما نقدرش إحنا نغير نفسنا. طيب عاوزين نتغير، اسألوا، اطلبوا، اقرعوا. عاوز تبقى قديس، اطلب. عاوز تروح السماء، اطلب. عاوز تبقى عندك حكمة، اطلب. عاوز قلبك يوسع وتسامح الناس، اطلب. كل اللي هتطلبه هتاخده. كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. بس في الأمور اللي وصى بها المسيح في الاتجاهات الروحية، نطلب المعونة من فوق، وستأتي بالتأكيد وتبقى معنا تعيننا في جهادنا وتسهل علينا كل شيء. يعني هو عاوز يقول على قد ما ربنا قال جهده، قال لنا سكة سهلة أو اسمها إيه؟ طلب النعمة، اطلب معونة، خد زي ما انت عاوز من السماء. وبالتالي ما يبدو لك من وصايا صعبة انك تحب حتى اعدائك ما تطلبه. الحاجة اللي شايفها عالية عليك وبعيدة عن ايديك اطلبها، ربنا بيديها بلاش. بل ان نطلب بكل همة ونشاط، هذا هو معنى كلمة اطلبه. لان من يطلب وقد نقى ذهنه من كل شيء انما ينشغل بما يطلبه فقط. يعني وانت بتطلب يبقى ذهنك مركز ان ده طلب حقيقي. خلي واحد تعبان عليه انه في حد مش عارف يحبه، فبيصرخ لربنا: رب ما تسيبنيش كده، عاوز أحبه مهما عمل. هذا الصراخ والتركيز على الطلب لازم ياخد قلب واسع، لأن ربنا يحب يستجيب طلب زي كده دون أن يفكر حتى في من حوله من أشخاص. فقد خسر كثيرون ذهبهم أو خدامهم ويطلبونهم بهمة، والرب يعلن عن هذا الأمر بكلمة اطلبوا وبقوله اقرعوا. فيعني أن نقترب إلى الله في جدية وفكر متوهج دون تراخي. يبقى كلمة اقرعوا كمان، عارفين واحد ضرب مشوار كبير قوي وصل للباب، بعد الباب ما بيفتحش، هيخبط مرة ويمشي ولا هيفضل يخبط ساعة كاملة ما هو جاي من آخر الدنيا؟ فاقرعوا يعني أنت بتزهق في الصلاة ليه؟ أنت ليه تطلب مرة وتقف على كده؟ اقرعوا، كمل، عاوز اللجاجة يعني. ودون أن نصل من غيرتنا للفضيلة مثلما نفعل طلبا لشهوة الغنى. يعني اللي بيبقى عاوز فلوس ده مش بيتعب يوم وشهر، ده بيفضل يتعب سنين ويشقى عشان يعمل فلوس. وانت اللي عاوز السماء تقول أنا صليت مرة مرتين، ما تشقى شوي، ما تخبط شويتين، ما تتعب أكتر، اتعب في الصلاة عشان تاخد السماء كلها. لأنه حين تطلبون مثل هذه الأمور واثقين أنكم تجدونها، لهذا تسعون إليها بكل ما لديكم من همة ونشاط. لكنكم في أمور أخرى، ورغم أنكم قد نلتم الوعد الصادق، يعني اللي بيجري وراء الفلوس حاسس أنها هيوصل لها بيشقى ويتعب وما بيونش. طب ليه مع السماء ومع الأمور الروحية الغالية الواحد بيتراخى ولا يطلبها مع أنها متاحة قدامه وسكتها واضحة قوي بتيجي بالصلاة؟ فإن لم تأخذوا فورا لا تيأسوا، لأنه لهذا الغرض قال اقرعوا، ليدلل على مداومتنا للطلب حتى لو لم يفتح لنا الباب فورا. وإن كنتم تشكون في تأكيد هذا لكم فآمنوا على الأقل بمثله، بمثله. أدينا مثل هنا على فكرة قد إيه الطلب مجاب والقرع ده لازم يفتح الباب. فبيقول ايه بكلام ربنا يسوع: اي انسان منكم اذا سألوا ابنه خبزا يعطيه حجرا. يعني حطها بقى ايه بمثل بسيط قوي. عمركم شفتوا اب ابنه بيقول له عاوز اكل اداله زلطة بقه ولا هيعمل اي حاجة عشان يجيب له لقمة عيش؟ طب ده الاب الطبيعي بيعمل كده. يبقى العادي ان ربنا يديك احلى حاجة، ده الطبيعي. بس انت رحت قلت له انا جعان، رحت طلبت الخبز الحاجة المفيدة، ولا انت طالب الزلطة من الأول؟ من يداوم على الطلبة بإلحاح بين الناس قد يحسبونه إنسانا مزعج ومثيرا للإشمئزاز، لكن مع الله
إن لم تلحوا في الطلبة فإنكم تزعجونه. الحتة دي جميلة قوي. هنا ربنا موقفه عكس الناس، لما تزن على بني آدم يزهق منك ويتغاظ، لما ما تزنش على ربنا يصعب عليه ويزعل. يعني ربنا عكس البشر، البشر يزهقوا من الزن، ربنا بيفرح بالزن. ليه؟ لأن الزن ده معناه ثقة، معناه يقين أن ربنا هو اللي يعرف يعمل كده، معناه تعلق بربنا نفسه وبالنعمة اللي عنده. فربنا موقفه عكس البشر، ما تزنوش على الناس، ما تزنوش في حل المشاكل على حد، روحوا زنوا على ربنا، ربنا عنده الحل ويفرح بالزن واللجاجة. ثقوا أنكم حتما ستوفى تأخذون في وقت ما، لأنه لهذا الغرض أغلق الباب ليحسكم على مزيد من الطرق عليه. هو ليه ما فتحش بسرعة؟ عشان عاوزنا نصلي أكتر، عشان نقرأ أكتر ونصلي ونطلب أكتر وإحنا المستفيدين. لهذا الغاية لا يلبي الطلبة فورا حتى تعيد السؤال، فداوموا إذن على الطلب وستأخذونه بالتأكيد. رب قائل ماذا لو طلبت ولم آخذ؟ لقد أغلق الباب على سعيكم لهذا الأمر. فهو بأسلوبه هذا يحسنا على الثقة فيه، ويشير علينا ألا نطلب فقط، بل أن نطلب ما يجب علينا أن نطلبه. يعني إيه؟ لو لقيت الطلب لا يجاب خالص، طب ما تراجع نوع الطلب، لا تكون طلبك مؤذي ليك أنت، تكون طالب فلوس والفلوس ممكن تضيعك من ربنا، تكون طالب عمر طويل وخلاص والعمر الطويل ده ممكن يبعدك عن ربنا. إيه اللي أنت طالبه؟ مش ممكن تطلب السماء ولا خلاص نفسك ولا الحكمة ولا التوبة ولا الرحمة ولا دي طلبات حسب إرادته لازم هتاخدها. إنما لو لم تجد استجابة أنت ليه ما تراجعش؟ يكونش الطلب في حاجة غلط؟ لأنه أي إنسان منكم إذا سألوا ابنه خبزا حاجة كويس فيعطيه حجرا؟ إن لم تأخذوا فلأنكم طلبتم الحجر. بصوا بقى الكلمة الجميلة دي، لو لقيت ربنا رافض الاستجابة خالص تكونش أنت بتطلب الحجر مش الخبز. فطبيعي لو واحد طفل بيقول لبابا بتاعه اديني الزلطة دي أكلها، شدها له حتى لو عيط، لأنه ده هيموت لو كلها. هذا هو السبب أنه لم يعطيكم، لأنه رغم كونك ابنا له إن هذا وحده لا يكفيك حتى تأخذ، بل هذا السبب عينه يعوقك عن الأخذ، فإنك وأنت ابن قد لا تطلب شيئا ينفعك، وأيضا لا تطلب شيئا عالميا، بل كل الأشياء الروحية، وستأخذون يقينا، لأنه هكذا فعل سليمان. جاب لنا النص بتاع ملوك الأول 3، سليمان صهر طول الليل بيطلب إيه؟ حكمة، فهم قلب، تمييز، لأنه حاسس المسؤولية كبيرة. الطلب ده عجب ربنا جدا، خلى القديس يعقوب في العهد الجديد يقول من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له، لأن ده طلب بيعجب ربنا. إذ طلب ما ينبغي طلبه فناله على الفور دون إبطاء. رب قائل أنا أطلب الروحيات ولا أخذ، عقدها لنا شوية القديس ذهبي الفم، قال طيب طلب الجسديات ممكن يأذيك كأنك بتطلب الحجر مش هيديلك، لكن طالما بتطلب روحيات لازم هيديك. طب لو واحد بيقول أنا بطلب روحيات ما باخدش، بالتأكيد أنت لا تطلبها بجدية، أو تجعل نفسك غير مستحق للأخذ، أو أنك سرعان ما تكف عن السؤال. حط 3 احتمالات. احتمال الأولاني أنك تقول يا رب اديني حكمة، قلتها مرة في عمرك هو ده كفاية كده؟ أنت لو حاسسها حاجة غالية قوي مفعش تطلبها مرة، طب تطلبهاش جاد، أنت عينك في الدنيا برضو. أو أنك أنت حاسس أنه لا يمكن هتاخد، اللي هي مفعش إيمان بقى، صغر النفس لما يعلى يخلي الواحد إيه، وأنا ممكن ربنا يديني السماء، أنا لا يمكن أدخل سماء، أنا لا يمكن قلبي ينضف، أنا لا يمكن هتصلح. طب بدل يائس يبقى ضيعت على نفسك الطلب. الاحتمال الثالث، يمكن طلبت بسرعة ووقفت على كده، ما هو بيقول لك اقرعه طيب مش تكمل. طيب
وقد يسأل نفس الشخص: ولأي سبب لم يذكر السيد الرب الأشياء التي يجب علينا أن نطلبها؟ حط سؤال ثالث: طب هو لما قال اطلبوا تجدوا ما قالش اطلبوا ايه بالظبط؟ اسألوا تعطوا، ما قالش اسألوا ايه؟ طيب لقد ذكرها كلها فيما مضى. لو انت مذاكر بقى الموعظة على الجبل، ما هو قال لنا نطلب ايه؟ هيثبتها لنا. وأشار للأمور التي يجب أن نقترب منها ونطلب. فلا تقول إذن أنا أقترب ولا آخذ، لأن الله لا يمتنع أبدا في أي حال عن العطاء. الله الذي يحبنا كثيرا جدا، أكثر حتى من أبائنا الجسديين ويفوقهم في الصلاح، فإن طبيعة الآباء الأرضيين ما زالت طبيعة شريرة، إذ يقول عنهم: إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالحة، كم بالحري أبوكم الذي في السماوات. إذن يقول هذا لا لكي يصف البشر بأن طبيعتهم شريرة، ولا لكي يدين الجنس البشري بأنه جنس سيء، لكن محبته للإنسان فائقة وعظيمة بما لا يقاس. هل ترون حديثا يفوق هذا الحديث هنا عن قدرة الله الذي تنير الآمال الصالحة حتى في قلب من أصبح يائسا بائسا لا يحتمل؟ يبقى هنا كان بيقول لنا إيه القديس ذهبي الفم؟ بيقول لنا ما تصدقش إن ربنا ممكن تكون من تطلب منه روحيات ما يدكش، لازم تتوقع الاستجابة، ولازم تلح في الطلب وتكمل، وفي نفس الوقت تبقى بتطلب الطلب بجدية وكأنه طلبك الوحيد اللي شغلك بجد من أجل خلاص نفسك. وافتكر إن أبوك بيحبك أكتر من أبوك الجسدي، ورغبته الأساسية أنك تبقى قديس وتدخل السماء، وبالتالي طلباتك ماشية مع إرادته. فأنت متشكك ليه؟ لازم هتاخد، بس خلي بقى نفسك طويل، لأنه ربنا له حكمة دايما في موضوع الوقت. يكمل كلامه بعد كده يقول إيه: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم هكذا أيضا به. ملخصا كل شيء بإيجاز، اعتبر القديس ذهبي الفم أن ده ملخص كل اللي فات: كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. عدد 12، مشيرا أن هذه الفضيلة سهلة ومعروفة. ليه؟ هفترض أنك أنت نسيت متى 5-6-7، فجيت تتعامل مع الناس عمال تسأل ربنا عاوزني أعملهم إزاي، ما ننسيت كل اللي تقال. طب إيه رأيك بدل نسيت تحب الناس يعاملوك إزاي؟ عاملهم زي ما تحبهم يعاملوك، هتلاقي نفسك عملت كل اللي المسيح قاله. فهمت الفكرة؟ عشان كده اعتبروها ملخص. ليه؟ أنت تحب الناس تحكم عليك، طب خلاص ما تحكمش على حد، هتلاقي نفسك عملت إيه؟ لا تدينه لكي لا تدان. أنت تحب حد يبص لك أو يبص لمراتك بصة وحشة، يبقى ضمنياً أنت عرفت الآية اللي بتقول إيه؟ من نظر إلى امرأة ليستهيها. أنت تحب حد يغضب عليك باطلاً؟ طبعاً لا، يبقى أنت كمان مش هتغضب على حد، فأنت نفذت الوصية اللي بتقول من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم. يبقى القاعدة دي الذهبية دي: كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، جابت لنا كل الوصايا اللي تخص العلاقات البشرية، مشيرا إلى هذه الفضيلة أنها سهلة ومعروفة تماما لكل الناس. ولم يقل هذا فقط: كل ما تريدون، فإن حرف الفاء، بصوا بقى القديس ذهبي الفم لما يركز، قال فكل، هيحط كلام في الفه في الفهم، يعني ما حطهاش مجردة كده، قال فكل ما تريدون، فإن حرف الفاء لم يضعه هكذا دون سبب، بل ليكون له معنى محدد وخاص بمعنى: إن كنتم تريدون أن تكونوا متشددين حتى بعدما قلت لكم افعلوا هذه الأمور أيضا. فما هي هذه الأمور؟ فكأن الفه هي اللي بتربط كل اللي فات بالقاعدة دي، يعني إذا كنت فهمت المسيح عاوز منك إيه هتوصل لدي لوحدك، إن كل اللي الناس نفسهم في منك أنت، كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم، أنت عاوز منهم إيه الناس، هتلاقي نفسك بتعمل الصحة على طول. ألا ترون أنه مع الصلاة نحن في حاجة إلى نسوق هذه الحياة الصحيحة؟ فهو لم يقول كل ما تريدون أن يفعل الله بكم افعلوا مع قريبكم، لئلا يقول أحد كيف يمكن هذا، أنا إنسان وهو الله.
يعني اقترح اقتراح تاني زي ذهبي الفم، قال لو كان قال كل اللي تحبه ربنا يعمله معاكم يعملوه مع البشر، مع ان المعنى ده سليم، بس ممكن واحد بقى يقول لك وانا هاجي في ربنا ايه؟ طب ربنا غفور رحيم، ربنا كبير قوي، انا صغير انا ما اقدرش اقارن نفسي بربنا. قال له مش هنطلب ربنا، تحب الناس يعملوك ازاي؟ كده بقت سهله بقى، بنتكلم عن بشر. تحبهم يحترموك احترمهم، تحبهم يخدموك اخدمهم، تحبهم ما يجيبوش سيرتك ما تجيبش سيرتهم، تحبهم يعذروك اعذرهم، تحبهم يسامحوك لما تغلط سامحهم، تحبهم يصلوا لك صلي لهم. فهتلاقي نفسك بتعمل كل اللي المسيح عاوزه، وما وسعناش عليك الطلب، يعني ما قلنا لكش كل اللي ربنا يعمله معاك هتقول لا ربنا يقدر انا ما اقدرش. لكنه قال كل ما تريد ان يفعل الناس بكم هذا فعلوا انتم ايضا بهم، فاي شيء اخف من ذلك؟ يعني ذهبي الفم عاوز يقول صدقوني تبان سهله قوي. ليه؟ لانه ده طبيعي، انت عاوز الناس يعملوك ازاي؟ يلا عاملهم. واي عدل اعظم من هذا؟ يعني بصراحه قمه العدل، لانك انت اللي بتحط تقريبا الناموس هنا، لانك هتجاوب على سؤال عاوز الناس يعملوا معاك ايه؟ يلا هو ده القوانين. فده الحكايه بقت عادله جدا، يعني ملخص كل الوصايا في الناموس والانبياء ان كل ما تريد ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم. حيث يتضح ان هذه الفضيله تتفق وطبيعتنا ذاتها لجميعنا، فنعرف واجباتنا من ذواتنا. يعني يبقى انت اللي هتحدد الواجبات اللي عليك من منطلق المقوله الجميله دي، عاوز الناس يعملوك ازاي. خلي بالكم في ناس بتفهمها غلط، بتشيل ما تريده وتبص لها ايه زي ما بيعاملوك تعاملهم. لا لا لا، الانجيل ما قالش كده، ده عكس كلام الانجيل. لانك هتقول لي هم بيشتموا انا هشتم، ده عكس كلام الانجيل. لا، انت تحبهم يعملوك ازاي، احكم انت بقى، ساعتها هتلاقي نفسك بتعمل الصح كله. يكمل ذهبي الفم وهو بيستعرض الموعظة على الجبل، فوصل إلى كلمة ادخلوا من الباب الضيق، عدد 13 متى 7:13، ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي للهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه، ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي للحياة وقليلون هم الذين يجدون. رغم ذلك قال بعدها نيري هين وحملي خفيف، برضو ايه دايما ذهبي الفم يحط لنا كده ايه معضلة، منين بيقول الباب ضيق والطريق كرب، ومنين بيجي بعدها بكام اصحاح يقول نيري هين وحملي خفيف؟ يعني من الاخر كده، هو طريق ربنا صعب ولا سهل؟ هو خفيف وهين ولا كرب وضيق؟ مش اللي قال كده قال كده؟ تعالوا نشوف هيشرحها ازاي. كيف يقول هنا أن طريقه ضيق وكرب بعدما قال أنه هين وخفي؟ أولا إن انتبهتم فإن الرب هنا يشير أيضا إلى أن الطريق خفيف جدا وسهل ومن الممكن بلوغه، ورب قائل ولكن كيف؟ كيف يكون الطريق الضيق والكرب هو ذاته سهلا؟ يعني ما فيش حاجة بتلغي التانية، هو الطريق فعلا ضيق، الباب ضيق، الطريق كرب، إنما هو السكة دي سهلة برضو هينة. طب إزاي؟ لأنه طريق ولأنه باب، تماما مثلما هو الحال مع أي طريق وأي باب، فمهما كان واسعا أو ذا مسافة كافية فهو في النهاية طريق وباب، ولا شيء يدوم فيهما، فكل شيء يزول، الألم وكذلك خير الحياة. يعني إيه؟ الطريق كرب بمعنى في وجع، هو الوجع ده هيطول؟ ده هم يومين الدنيا وخلاص، تبقى هينة ولا لا؟ لا هينة بصراحة، لو قلت لي 70 سنة تعب برضو هينة، مش في ملايين من السنين هنا بعد كده تبقى هينة؟ رغم انه كرب، ايوه كرب بمعنى في تعب، بس التعب لا يقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. يبقى ما غلطش لما قال انها هينة وخفيفة. ليه؟ خفت ضيقتنا الوقتية، هي ضيقة بس خفت، تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة لمجد أبدي.
وليست الفضيلة فقط هي الهينة، بل إنها في النهاية تصبح سهلة. يعني إيه؟ الفضيلة في الأول تحسها صعبة، بمعنى إيه؟ عاوز تسامح الناس تحسها صعبة أوي، شويتين كده وتلاقي التسامح بيطلع منك تلقائي. في الأول كان شكله صعب، بعد شوية بقى سهل. في واحد يقول لك أنا مش بستحمل أصلي كتير، في الأول تقيلة، كمان شوية تلاقي نفسك مستمتع بالصلاة. في واحد يبقى عمل الخير أو التبرعات أو الصدقات مش طالعة كده من قلبه، بعد شوية يلاقي بيتلذذ بالعطاء والخدمة والصدقة. يبقى هي ابتدت كرب وضيق لكن انتهت خفيفة وسهلة. فكل شيء يزول، الألم يزول. وكذلك خير هذه الحياة، وليست الفضيلة فقط هي الهينة، بل إنها في النهاية تصير سهلة، لأن الذي يعدي الذين في الضيقة ليس زوال الأعمال والأتعاب في ظهورها في النهاية فقط، لأنها حتما ستنتهي من حياتنا، ولهذا تكون أتعابنا مؤقتة، أما الأكاليل فهي دائمة. يعني الأجر الأخراني، الإكليل الضخم ده، يخلي التعب هين. عارف لما تقول لواحد تعبك راحة؟ هي تعب، منين التعب يبقى راحة؟ بدل في حب يبقى تعبك راحة. فأيوة الطريق متعب بس يهون. ليه؟ لأن في الآخر في حياة أبدية وفي أكاليل وفي نصرة وفي سعادة وفي لا، يبقى تعبك راحة يا رب. فالأتعاب تأتي أولا ثم تليها الأكاليل، الأمر الذي يمنحنا ارتياحا كبيرا وسط أتعابنا. يعني اللي مستحمل مرضه الناس بصين له، يا عيني ده ربنا مجربك تجربة، وهو بيشكر. ليه؟ بصص للسماء وعارف ان الوجع ده بيجهزه الحياة الأبدية، فهو شايفها هينة. الناس بصين له يا ده انت غلبك تقيل، لا هو غلبه تقيل ده من بر، انما من جوه هو مش شايفها كده، هو شايفها جميلة وسهلة وحلوة وهينة، ونيري هين لانه عارف ان ربنا بيكافئه. لهذا فالقديس بولس يدعو الأتعاب أنها خفيفة، لا بسبب طبيعة الأحداث، بل بسبب فكر الخصوم الذين ينافسوننا، وبسبب رجعنا المستقبل. فهو الذي قال خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة لمجد أبدي، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. كورنثوس الثانية 4. إن كانت الأمواج التي تعد خفيفة ومحتملة بالنسبة للبحارة، وكذا الضربات القاضية للملاكمين والصقيع بالنسبة للكرامين والمذابح والجراح بالنسبة للجنود في المعارك، فإن كان كل هذا بمثابة الرجاء بالمكافآت المجزية المؤقتة والذائلة، كم بالأكثر السم. جاب لنا كذا مثل. العسكري اللي بيتضرب في الحرب مركز إنه هيكافئ ويتعمل له احتفال كبير مهون عليه الضرب، واللي في الملاكمة بياخد له كام بنية كده وكام جولة يقع فيهم، بس هو باصص لإيه؟ للكاس اللي هياخده، مهون عليه التعب. والبحارة اللي الموجة تعلى في وشهم ويعملوا مجهود كبير، بس شايفين المرسى وشايفين بقى هيكسبوا قد إيه من الشغلة دي، كل دول بيهون عليهم التعب. إحنا اللي باصين على الحياة الأبدية، تعب إيه اللي ما يهونش علينا؟ يبقى فعلا رغم إنه قال ضيق وقرب، هو ذاته برضو ايه؟ هين وخفيف، بس بمنظور الابدي، بالقرب من الله والتمتع بالحياة مع المسيح، تلاقي الامور اللي تبدو صعبة بقت سهلة. يبدو الصليب اللي شكله مزعج بقى احلى حاجة في حياتنا. ليه؟ لان بقينا نحب ربنا ونحب صليبه، وبصين عليه من ناحية السماء، من ناحية المكافأة. كلها لا تجعلنا نستصعب المتاعب في هذا الزمان الحاضر، فلماذا نهتم بها؟ الرب يجعلها هينة وخفيفة. يبقى لما تقرب من ربنا قوي، ما هو كرب بالحقيقة يصير هينا. استفانوس مستمتع وهو بيترجم لأنه شايف المسيح في السماء، الرجم بشع، كرب ضيق، لكن بالنسبة لاستفانوس هين وخفيف. ليه؟ المسيح نفسه بصص عليه وهو شايفه بعينيه، فصار هينا وخفيفا. لذا يأمرنا ألا نتحدث إلى الكلاب. يعني الكلام ده ما يفهموهوش بقى اللي دماغهم في الدنيا دي، بس يستقبلوا سما وأكاليل إزاي؟
يتقال لهم طريق كرب ما يحبوش يمشوا فيه طبعا. عاوزين الباب الواسع، عاوزين الطريق الرحب. فهنا بيقول: لهذا يأمرنا ألا نتحدث للكلاب ولا نقترب من الخنازير ونحترس من الأنبياء الكذبة. ففي كل هذه الأحوال لا نشعر وكأننا نواجه ضيقات فعلا وحقيقة أن الباب ضيق، إنما تسهل علينا الأمور بشكل كبير. إذا تحتم علينا أن نكون ساهرين، لهذا يقول بولس الرسول: مصارعتنا ليست مع لحم ودم. يعني إحنا عندنا معركة، بس مش مع بشر، مع الشياطين، وربنا هو اللي بينصرنا وهو اللي بيعنا. فما يبدو بالنسبة لنا صعبا يبدو بالمسيح سهلا. وتقدر توصل تقول بعد كده: أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. يختم ويقول: لهذا لا نتحير إذا ما اعترضتنا ضيقات كثيرة قد تربكنا، لأن الطريق والباب ضيقان لكن المدينة واسعة ورحبة. لهذا لا يتوقع المرء راحة هنا ولا ينتظر تعبا هناك. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.